بكم في مستقبل صامت، حيث الدنيء تيموم حضر الموسيقى بجميع أنواعها. لكن هناك بيانو وبعض أصدقاء له يقاومون هذا الحظر، وهذا البيانو يدعى أوسكار. اسحبوا! هذا غير معقول! إنه جوابكم على إعلان البحث، أنتم آلات موسيقية غير قانونية! لن تفلت مني! لا! يا لا! لن ينتهي الأمر هكذا! يقال عادة إن لكل صورة قصتها، فإذا يجب أن نقول أيضا إن لكل طاغية يروى قصة. في الواقع هذا ما ينطبق على تيموم خان الآن. وهكذا التهمت الحبارة العملاقة دراجة الفتى الصغير وأطلقت ضحكة مرعبة. نونو، هذا أنت الذي يأكل؟ حسنا، فإذا أين كنا؟ أجل، في المرة المقبلة سألتهمه. قالت الحبارة. شريرة شريرة. هل أنت بخير سيدي؟ يمكنك التساؤل، هنالك حثة في الكتاب. أظن أنها لي يا سيدي. بالطبع لا، إنها لي. نونو، أنا لا أتكلم عن الكتاب بل عن هذا. إنها لك. أجل، إنها عثة خشب وليست عثة كتب. حسناً أجل، لا يهم، ماذا تفعل بعثة؟ انتبه، إنها ليست أي عثة، إنها العثة القائد لكتيبة خاصة من عث الخشب المتمرن. أتسمي هذه عثة خشب متمرنة كي تفعل ماذا؟ كي تدمر أوسكار. جيد جداً. ولكن كيف يا تيمور؟ حسناً، من ماذا صنع أوسكار؟ خاصة؟ لنرى، من الخشب كما أظن. ومن ماذا يتغذى عث الخشب؟ الأمر واضح من اسمها سيدي. خشب؟ تماماً. خشب؟ يفهم بسرعة، لكن يجب أن يطول الشرح. أخبرني جدي، مما يشكو أوسكار؟ كن صريحا معي يا معقوف، أنا مستعد. عث الخشب يا أوسكار، اختارتك كوجبة طعام، اسمع. هو أنا أيضا سيد معقوف. آسف يا كركور، لكن أظن أنك ستكون الحلوى بالنسبة إلي. إذن ماذا سيحل بي؟ أولاً ستلتهم ساقيك، ثم قد تشبه جبنة الجروير مع ثقوب في كل مكان. لا. لكن ألا تستطيع أن تفعل شيئاً جدي؟ لا تقلق، سيجدون حلاً. هذا كل ما لديك. حسناً، أجل. أظن أن هنالك حلاً. أتذكرون عندما فتنت العلامات الموسيقية وبعدها نزلت من التوليفة؟ لا لا لا، ليس العلامات الموسيقية، أبداً أبداً. لكنه الحل الوحيد، فلنطلق سراح العلامات الموسيقية. نعم، لنداهم يخرجون، هكذا سيواجهون العثة وسيكون النصر لنا. لكن هذه العملية خطيرة، ماذا نفعل إذا ما هربت إحدى العلامات الموسيقية؟ ماذا إذا لم نحررها؟ سيكون أوسكار وكركور على لائحة طعام العث. نحن لا نملك الخيار يا سيد معقوف. بالطبع لا، سأحضر الأوراق الموسيقية. حسناً يا ثريا، هيا، لكن أرجوكم يا أصدقائي توخوا الحذر.
البعيد ارحل من هنا. أعتقد بأن عملنا سينجح. لا تدع العلامات الموسيقية ترحل. أوسكار كيف تشعر؟ أشعر بتحسن كبير. شكرا يا ثريا، كنت رائعة. هذا أمر بسيط جدا. من أجلك أوسكار أنا مستعدة لأي شيء. أوه أين أنا؟ ماذا حدث؟ كنت مريضا بعد شيء يا كركور. أوه أشعر بالضعف، سأصعد إلى غرفتك يستريح. أوه لا، يا لها من كارثة. لكن ماذا يحدث جدي؟ انظري، انظري إلى هنا، أربع علامات موسيقية مفقودة، يجب أن نعثر عليها على الفور. اهدأ يا سيد معقوف، إنها ليست سوى أربعة علامات موسيقية بائسة، ماذا تريدها أن تفعل؟ بإمكانها أن تجذب تيموم إلى المخزن وبإمكانه أن يكتشف مخبأنا السري. الأمر أسوأ من ذلك أوسكار، لن نستطيع أبدا أن نعزف الموسيقى. كيف تريد أن تحيا الموسيقى إذا ما هربت العلامات الموسيقية؟ سنجدهما وسنبدأ البحث على الفور. أيتها العلامات؟ أين أنتم؟ لقد انتهت اللعبة. لابد أنها لحقت بعث الخشب. يجب أن نتفرق إذا ما أردنا العثور عليها. أنت يا أنيق، تابع البحث هنا. أوامرك مطاعة. أيتها الفتيات، كن لطيفات. لكن ما هذا؟ هل أنا أتخيل أم ماذا؟ كلا، إنه ليس خيالا. لا أصدق ما أرى. من أين أتيتن أنتن؟ بهدوء بهدوء. بعض النظام والتهذيب، هذا ما يلزمكن. انتظرنا، انتبهنا، هكذا أفضل. أنا ذاهب من هنا، نلتقي بعد ساعة، موافقون؟ صباح الخير يا سيدتي. لقد تبرعنا في السنة الماضية. كلا، ليس اليوم. لكن أخشى أن يكون الأمر أكثر صعوبة مما توقعت. يمين يسار، يمين يسار، هيا توقفنا. يمين، هوب هوب، انتبهنا، انتظرنا. أنتن مستعدات؟ نصف استدارة. يمين، جيد جدا، سأجعل منكن جنودا حقيقيين. يسار، يمين، يسار، هيا، لا أريد تباطؤا. يسار. لا شيء على الإطلاق، وكأنني أبحث عن مخ في رأس تنكة. صعب جدا. هل من أحد؟ كنت أحلم بأن أصبح، والآن كل فيلق بحاجة إلى أغنية. إذن أصغوا إلي جيدا. أظن أنني وجدتها. نعم، أنت تغنين. هو أنت. رائع. جيد، هذا مدهش. أحسنت. والآن مع ترابط الأنغام. رائع، ممتاز، جيد جدا. انتظرنا، من أين أتيتن؟
أظنني فهمت أنكن لستن سوى أربعة. حسناً، هذا لا يهم، ليس عليكن سوى الجلوس والإصغاء. جيداً، حسناً، هل الجميع يركز تفكيره؟ فلنبدأ. لا يا. لا يا. هذا جيد جداً. أجل. انتظرنا حتى يرى الآخرون ماذا نفعل، خاصة لا تتحركن من هنا، سأعود على الفور. مرحبا أيها الرفاق، أنتم آمل أن تكونوا قد... للأسف لا يا أنيق. مرحبا. كلا كلا، لا تقلقوا، أنا في حالتي الطبيعية وبصحة جيدة حتى صحة الأيام العادية. لدي مفاجأة بسيطة لكم، لقد وجدت العلامات الموسيقية في غرفتي. ماذا؟ عثرت عليها؟ عثرت عليها؟ هذا مدهش. بسرعة، يجب أن نمسك بهن على الفور. ماذا؟ أنا أقول لا تقلقوا. حسناً، أريدكم أن تصعدوا جميعاً إلى غرفتي كي تروهن. لقد دربتهن، لن أخبركم. أنتن في الداخل، أنتن مستعدات؟ 1، 2، 3. كركور، ماذا يعني هذا؟ هنا، يجب أن نفعل شيئاً. قلت توقفنا، هيا توقفنا. لا لا، عدنا إلى هنا من فضلكن، عدنا. بسرعة أغلقوا الأبواب، يجب أن لا يخرجنا من هنا. ماذا سنفعل الآن؟ وأخيراً سيكون أوسكار في موقف ضعيف وسأفوز عليه. أنا لم أفقد الأمل أبداً يا تيمور. تيمور؟ نعم سيدي. ألا تسمع غناءً؟ أجل، بعد أن ذكرت ذلك. فإذا ماذا تنتظر كي تتصرف؟ هاي، هل تريد أن تعيد؟ ماذا؟ بالفعل، هل لديك فكرة يا رشا؟ سأحاول إيجاد واحدة وسألحق بهن لأكتشف إلى أين يذهب. انتظري، سأرافقك يا رشا. لا، هذا رهيب، هذا رهيب، فوضى موسيقية، إنها أسوأ من فقدان الموسيقى. يجب أن نفعل شيئا أوسكار. خضرت لي فكرة. أجل يا أوسكار، هذا يذكرني كثيرا بقصة عازف الناي. في هذه القصة كانت الفئران تغزو المدينة، لكن الحال هنا أسوأ بكثير. اسمعوا، لقد توصلوا إلى حل بفضل بضعة أنغام عزفت على الناي. ثريا. فإذا يا تيمور، ما زلت أسمع غناء، ماذا لديك الآن لتقول؟ في الواقع يا سيدي، ماذا تقصد بـ
الحيوان. اسحقه اسحقه. أجد هذه التجربة مثيرة للاهتمام. اسحقه. أنتما الاثنان هل ستتوقفان؟ لولا كرسي، أعيد لي كرسي. أجل أعلم أني نجحت، لكن أتظن أنه يمكنني أن أنجح مع هذه الكمية الكبيرة من العلامات الموسيقية؟ لا أعلم شيئا على الإطلاق، لكن المهم ألا يعلم تيموم شيئا أيضا. ماذا تريد أن تقول؟ لسنا الوحيدين الذين نواجه المتاعب مع العلامات الموسيقية. العلامات الموسيقية انتشرت في كل مكان يا ثريا. تيمور افعل شيئا. أشعر بالأسف يا سيدي، إذ أقول لك إن كل هذا يتخطى قدراتي. كسر، اسحق، اسحق العلامة، دمر. أليس هنالك من أحد يستطيع أن يخلصني من هذا؟ أوسكار، هل أنت بحاجة إلى مساعدة؟ من؟ أبداً. إذا لم تكن بحاجة إلينا فسوف نذهب. نتمنى لك أوقاتاً ممتعة برفقة 10,000 علامة موسيقية. لا انتظر، توقف، أنقذني. سنفعل، لكن على شرط. كل ما تريدون، ليس عليكم سوى أن تطلبوا. ماذا تريدون؟ ذهب؟ ماس؟ أستطيع أن أحرر شيكا. نحن لا نريد مالا يا تيموم. لا، لكم القلعة. لا، عنيت قطعة صغيرة. ما رأيكم؟ ما رأيكم بهذا؟ ما نريده هو أن نعزف الموسيقى بحرية، أنا وأوسكار وكل أفراد الفرقة الموسيقية. أجل، لا شيء سوى هذا. فإذن اسمحوا لي أن أقول لكم. إنني موافق، موافق، قبلت شرطكم. أنتم أحرار، تستطيعون العزف ما شئتم، لكن يجب أن تنقذونني الآن. هل تصدق عينيك؟ إلى أين أنت ذاهب بهن؟ أنا ذاهب إلى خارج المدينة على ما أظن. أعتقد هذه هي الطريق إلى النهر، لكنهن سوف يغرقن. لا، إنه يؤدي إلى مكان ما خارج المدينة على ضفاف النهر. وعندما ترى سوف تهتز أوتارك ويرن صندوقك. رائع. ها نحن، إنها خاتمة المهرجان المتألقة. هذا رائع. لقد قلنا لك هذا. انتظرت طوال حياتي متأملا رؤية هذه الفرحة. هذا رائع. خلال
خلال هذه السنين الطويلة أنتم الآلات الموسيقية حاولتم إعادة الموسيقى إلى العالم، ولكن أخيرا الموسيقى نفسها انتصرت. أنا متأثر. في الواقع يا سيدي يبدو لي أننا قد خسرنا. أبدا. ماذا هنالك نونو؟ أجل، حان الوقت كي نعود إلى المنزل. أيها الخنصر، سوف تعمل شاهدا كي تخترع رذاذة مضادة للعلامات الموسيقية، مفهوم؟ هاهاهاها.